على السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم. ولا لمسيتو. يا حاج راهو تتبلع على الناس حرام، تتبلع على الناس حرام. بلي انا مسيتك؟ اي مسيتني. وين منين مسيتك؟ مني جاي من تربتك. بريت توا؟ بريت ولا مازلت؟ رحميك انا بوز هذا خير. يروح يروح. تتكلم بيه؟ تتكلم بيه؟ مش عاجبني الوضع. ها؟ مش عاجبني الوضع. مش عاجبني الوضع، مش عاجبني. مش عاجبك؟ عمايك ماذا؟ توا علاش تسب فيا انت؟ علاش؟ توا نحكي معاك انا باحترام، علاش ما تحكيش معايا باحترام؟ انا راهو حكي لي العباد عليك، قالوا علي علي يحترم الناس وما يسبهمش. اي ساعدك يا رجال. سنة بتعميك انا. يروح وين؟ يخلخل. حبي هو تو يعرفني يا شيخ، سيبني ولاد اخر درا شكون درا منين يغش فيا من قبيله. تو تعرفني تغش فيا من قبيله انت؟ تعرفني ولا ها؟ تغش فيا من قبيله وتسب فيا تعرفني؟ لا بالله. شكون انا؟ انت المعلم. انت اي شكون المعلم؟ كركر بيها. شكون المعلم؟ دير عميك هذا راسك. قال كركر بيها. بابا يسمع اللي يحب يسمع. يروح. اذكر بلي حق على فكره، فما موضوع باش نحكي فيه. جماعه فما شركات خاصه ليفريزون اللي مثلا تقول لك قطع نوصيك للدار وكذا. بلي فسروا لي. فما شركات متحيله راك تكمندي مثلا سبيدري تجيك باكو مقرونه كيما ثما شكون ولا جاي باكو حليب. اصلا الليفرور هي ماهاش مشكله، مش مشكله الليفرور، اما انت كي تقول له اعطيني الكوليه ناخذها نشوفها شنيا. من كوماندي مثلا سبيدري يجي نشوف سبيدري. هو تحكي نحكي مع الحيط. مع الحيط مهبول مهبول مهبول. نجي اعطيني كوليه نشوفها اللي كمانديتها انا. كاين اي نخلص فيها؟ يقول لك ليه تخلصني وبعد تمشي تشوف على روحك. يعني عرفتك اللي قطوس في شكاره، راه ثم شركات نتاع ليفريزون متحيله على الاخ، يتحايلوا على الناس تكمندي حاجه تجيك حاجه غلطه سي بون. واول ابسط حاجه اول التحايل كي انت تكونتاكتيه على الفيسبوك ولا حاجه يقول لك خلي نمروك تتصلوا بيك، مش انت يعطيوك نمروهم ولا عندهم نمرو في سير. حتى نمرو في سير ما يهزوش عليهم، قام سكر ولا يحطوك في ليست نوار. يعني تحايلوا على الناس، نقصوا نقصوا. ثم شركات مش الناس الكل، ما ثم شركات خاصه تحايل على الناس. والله ياسر متحايلين. شركات خاصة متحايلة. واسمع صحيح ما مدخلك شيء انت، اما انت كي تقول له ليه ما نخليكش تحل الكلية تشوفها راك انت زدت تحايل معاه. قاعد كل شوية يكمندي حاجة وما يشوفهاش هي شنو. يعني ايش معناتها انك مندي انا ماكينة نلقى روحي ماخذ شكير ولا كاسة نتاع حمام؟ شنو منطق؟ نقصوا من التحايل على العباد وراكم وليتوا تاخذوا في اسم خايب. ابسط حاجة البارح اختي كمنديت حاجة والليفرير جاي قالت له نشوفها الحاجه اللي كمانديتها هي نفسها ولا قالها لي تدفع حقها وتاخذها ما كاينش ما نعطيهالكش. شنو هو يعني بسيف يعني خطوش في شكاره؟ اذكر نرجع الموضوع. سامحوني طولت عليكم، هذا موضوع يخص برشا عباد برسمي. ساعات موضوع الازرة يا لول. العم سيدي حاشي بك في موضوع. صباح الخير. انا ولدك محمد، ركز معايا مليح مليح. الله يبارك. حاضر. ما غير ضربه من غير ما تضربني. لا 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 علاه نضربك؟ شو اللي عملت لي؟ انا ولدك محمد. عاشك. الفاتوره نتاع الضو جات 500 دينار. خمسمية دينار.
ظلمت عمر ليه اللي اختانا توجار؟ لا لا مش ذو نتاعك، ذو جارنا. جار ومسكين زوالي. هو زوالي عاد انا قسمت معاه الضوء، قلت له اعطيني اشتر الفاتورة تخلصها. ليه بابا عملت المليح انت؟ اي انت مش خلصها ما ها؟ انت مش خلصها ما وانت بابا. ربي يكلم يرحم. خلص مالك 250 دينار زياد 200 دينار سماح. لا 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 ما عنديش. كي نقول له 500 تشد راسه 500000 ولا يتشل لطف عليه. لا لا اختار من تكلم. اي كان نقول له ولا لا يدخل تكلم. مش مهيله مش مهيله شفتوا الموضوع كيما هكا راهو فما واحد انا خايف في كومنتيرك تاع 500 دينار تكلم. نقول له بالرسمي راهو يتصدم معناتها الموضوع كيما هكا ما فيهوش لعب. يا لولو هو توا زوالي والضو جاي برشا وقصوا عليه الضو شنو نعملو؟ قص عليه الضو؟ اي ايش عندهم باش نعملو؟ ربي يكلم يلعب نخرجولو انبوبه من عنا نخرجولو خيط ضو من عنا. لا يا ولد لو حنا نبيع شنو نجيبلو نبيعات؟ تخيل خيط ضو بابا يا مرات بهذه القطعه نعملو الخير في حياتنا. لا لا سيدي انا خرجتلو خيط ضو خرجت له خيط ضو وقلت له استعمله كيما تحب. شبيك بتاع هذا بتاعك على صدري هذا راه عنايك عازم على راسك راه عنايك انا عندي لمك كاع عنايك يا بابا نعمل خير. الخير الخير تسلمك عندي لمك باهي وسع بالك وسع بالك فاتلك معك ما عندوش خير شد اشرب باي عم شري باي. لا ما نحبش المال. اشرب. لا ما نحبش المال. ادخل نشرب مال انا. ادخل نشرب مال انا. في بالي الدنيا فيها خير ما يتشدش. طلعت قرنات. عميك عميك انا ندير لامك. اذكر اذكر. في بالي الناس بكري يحبوا ما يعملوا الخير. طلعت مصحاح يا كريم تعمى يا كريم تعمى يا كريم تعمى تطلب يا كريم تعمى أمان يا كريم تعمى شبيك لباس سخفتني شد دي خذ هاي عمرك يا عمرتي ما تسرع ما تتكلمش انت يا اذا ما تكلم يا شد شد داي هكاك بكوش ما تكلمش عمرتي هك تحكي هك تحكي ولا ليه نخسبك تحكي كنت نرجع فلوسي طلعت باكوش ميساج خذهم كي انت باكوش خذهم لا لا طلعت باكوش انت تطلب سامحني سامحني خذهم ان شاء الله ربي اذكر كم لك تحكي لك تحكي عزيز موسك عزيز بابا يا العمادي ادوب بالنور بلش نعمل طلعت متحيل كبير انت انزوا طلعت متحيل كبير انت انا من الخوض من الحنان ها اجمع غشيتني تو انت تو فما واحد يغش ما يعرفش يتكلم وغش بالاخير يا خويا منا متحيل خويا اللي يغلبك اللي قدك يقول لي ها ما تسمعش عاوزني شنو حوالك
لله. مرتك مزيانة مرتك. شويه عزك بها ليه خدك مرتك مزيانة وكاو. على شويك سلاح مزيانة ولا طلع علاش. كان طلع نعطيك اللي تحب. طلع علاش. مسكينة. لا يا ودي أمي أمي أنا ولدك محمد. آه. أنا شكون؟ آه خير. أنا ولدك محمد. اي اه لو نخمس جاي اي خلوك زرب ياي قاعد معايا شويه. لا لا انت قاعد تتحايل على الناس وتطلب وكذا ما يساعدنيش. بلا رحميك علي رحميك تنور ما تسبني انا ولدك وتسبني وعمد ولدي. اي صباح يا امي يا امي ايه لما نحكيك على بابا يطلب في الشارع ويبزنس في النساء ويحب يعاود يعرس تنقل انا نحيالك انا نحيالك اهوه يا اهوه هلا هو دخل حكيتك عليه حكيت عليه العبيدة؟ اه ايزي هوا سامحوني سامحوني راني زويني راني عندي صغار وعائلة انا عائلة انا صغيرة لكم من عندي انا مقتل حمص عليش عليش مش حطني في الحبس خدمت المجرم شحمت لك كلك عمايل هيا خلوك تربي هاي هذا ما غير حقا تراجي اليوم تلعب كونتر الاهلي مع الكل مع الاهلي مع الاهلي المصري الاهلي المصري مصري زعما شكون يربح اصبر رادس يربح اللعبه هوني في رادس ما غير جمهور عباد يا خويا الكاف عملوا فينا ما لقاو بها وين حولنا الجمهور عملونا دربكة دفاعية دخلوا عبيد الاستاد خويا مرمدونا حملوا حريقة وعاقبونا يا والله حال يا والله حال زي ما نربحوها ما غير جمهورة ان شاء الله نربحوا اليوم وكاو ان شاء الله وراهو ما يقلت لكم راهو راهي تونس ترجي كي تربح تمثل تونس ماهيش تمثل كل واحد وكل واحد راهو حر في جمعيته وانتم حرين كل واحد يستكفى بجمعية غير مش غير ما مشكلة في تونس كي أنا نسمع كي أنا نسمع عبد آخر يحب جمعية نسبه ليش كيما أنت تنجم تسبه كيما هو ينجم يسبك راه مش هو يعني عليكم حق وهو ماهوش حق يعني أنت زيد كل واحد يحب جمعية معينة ونختلفوا كنا توينسة معناتها نختلفوا في جمعية لكن نقعدوا عبيد رانا نعملوا ضغوطات على بعضنا ونسبوا في بعضنا اسمع أنا الناس بالنسبة لنا نحكي مع الجمهور سواء مكشخ سواء كلوبيس يحب لتوال يحب سويقس بيجا جرجيست وطويل راك يتسب جمعية أخرى راك إنسان معقد ونقول لك في وجهك راك إنسان معقد تسب جمعية عبد آخر خاطر يحب جمعية أخرى راك إنسان معقد بالنسبة لي أنا خسرت ربي ونفر الكلام بأي جمعية سوى مكشخة سوى جمعية أخرى راك تسب جمعية أخرى راك معقد ولا تسب الناس اللي تحب جمعية أخرى عليه سب له في يمه ولا خاطر يسيب له تخلف هاي في الأمان في الأمان سلم عليهم